البلو مارين او الازرق الغامق بحال الاسود، لون كيقولوا عليه ملك الالوان. خليني اليوم نوريك اقتراح لجلابة مغربية مخدومة بالكروشي بملك الالوان، بقي معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزتي المتابعة. جلابة هي هذه اللي بغيت نقترحها عليك اليوم. التوب ديالها هو ديال جهارة، ها هي هذا فيها كيبرق هاد الزواقة هادي بحال السقلي في اللونيت ديال التاو في البلو مارين. وهنا عندنا التوب ديال المسلين، هنا عندنا واحد الستان رقيق. غير هو الجلابة الا خدمتيها بجهرة بهاد الشكل هذا ضروري خصك تلبسي حت منها شي قفطان تكون يعني دو بياس. هنا ما عنديش البياسات الثانية، داكشي علاش ما بينتهاش لكم. بالنسبة للشغل ديال الكروشيه اللي اختاريت ليها، عندنا هنا الصدر نص ثقب ديال الكروشيه فيلي مخدوم بالحرير ديال الكسبة على 4 الشعرات في اللون الرمادي، كيجي متلائم بزاف مع هاد اللون هذا، جاو زوينين عجبوني نيت انا شخصيا. بالنسبة للعقيق هذا هذا رقم 3 كريستال دائري، هو باش نبتها. بالنسبة للهبطة استعملت ثلاثية، ها هي ثلاثية كتجي مزيانة. بالنسبة لافينيسيون ديال الصدر نص ثقب من هنا جناب ديالو يعني، وبالنسبة للأكمام وبالنسبة لدورة الدورة ديال القب استعملت فيها هذا الضريس المنتفخ 3D. دونك بالنسبة للقب تلاحظي بأنه مضوبل فيه جوج ديال التوابات. عندنا هنا التوب ديال الجلابة، عندنا هنا هذا بحال مسلين في نفس اللون بحال التوب ديال الجلابة. هاد الجلابة ملبوسة على المانكان كيفاش جات كتلاحظوها معايا الآن نيت على الصور. زوينة، أنا عجبتني شخصيا، وهاد السواقة مع هاد الألوان جو متناسقين بزاف. كانت من حتى هذا يكون الرأي ديالك، كان عندك شي رأي مخالف خلي ليا تعليق في تحت ديال هاد الفيديو، وقولي ليا كي جاتك هاد الجلابة، كي جاوك تناسق الألوان، كي جاتك السواقة اللي اختارينا لهاد التوب ديال جهرة. كنشكرك بزاف على متابعة هاد الفيديو، كنوجه لك تحية كبيرة. أنا مريم من قناة تركواز كاجيغ على يوتيوب، السلام عليكم.